بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل الحرارة نهاراً على الأنحاء كافة، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء. في كمان شبورة مائية كثيفة الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، تمتد خفيفة لمناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة. في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار، كل سنة وحضرتك طيبة. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل المصريين بخير يا رب. أخبار الجو إيه النهاردة يا دكتورة منار؟ احنا طبعا اليوم هيكون في استقرار في الاحوال الجويه بشكل كبير في اغلب محافظات الجمهوريه وخاصه في المحافظات الداخليه، بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي ده هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير خاصه زي ما بنقول في المحافظات الداخليه، فهنلاقي الاجواء فتره النهار اجواء مشمسه ودافيه تماما ومعتدله على اغلب المناطق الموجوده في القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، شمال الصعيد، جنوب سيناء، جنوب الصعيد ايضا، اجواء نقدر نقول عليها معتدله بشكل كبير على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، لان تحديدا في السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري هيكون في تاثير لبعض السحب المنخفضه والمتوسطه اللي هتهجم جزء من اشعه الشمس على مدار اليوم. لكن فترات الليل طبعا مع غياب اشعه الشمس بيكون في انخفاض كبير في قيم درجات الحراره، الانخفاض ده بيكون ملموس ومحسوس اكثر في وقت الليل المتاخر اللي هي فترات الفجر فترات الصباح الباكر، وهنلاقي فرق بين النهار والليل كبير، هنلاقي الدفء واستقرار فتره النهار بيعكس فترات الليل اجواء بارده بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه. صح، تقريبا 10 درجات فرق تقريبا، يعني تقريبا 10 درجات فرق في بعض المحافظات واحيانا بتزيد في بعض المحافظات الاخرى لاكثر من 10 درجات، لان احنا عندنا الصغرى فتره الليل على القاهره الكبرى بتتراوح ما بين 13 الى 14 درجه مئويه، محافظات شمال الصعيد 8 و9 درجات، وسط سيناء بتوصل لخمس وست درجات، فبالتالي فتره الليل فيها انخفاض كبير في قيم درجات الحراره وبروده بنحسها بشكل كبير، فلازم ناخد بالنا منها وخاصه في اوقات الليل المتاخر او اوقات الصباح الباكر، لان كمان الاوقات دي اللي احنا بنسجل فيها قيمه درجه الحراره الصغرى على مدار فتره الليل كلها. بالاضافه كمان ان اليوم طبعا في الشبوره المائيه، طالما في استقرار في الاحوال الجويه الشبوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير فترة الصباح الباكر، ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والشبورة المائية دي ممكن تكون كثيفة في بعض الأماكن وتوصل لحد الضباب، حد الضباب يعني انخفاض كبير في الرؤية الأفقية على الطريق، وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، يعني احنا تقريبا مع الساعة 8-9 صباحا الشبورة المائية بتبدأ تختفي بشكل تدريجي، تبدأ الرؤية الأفقية تتحسن على أغلب الطرق. بالنسبه لفرص سقوط الامطار اليوم، طبعا متوقع اليوم استمرار فرص الامطار، يمكن كانت موجوده بالامس ايضا على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، واليوم كمان وخاصه في فترات الصباح يمكن الساعات الماضيه كانت في بعض الاماكن فيها امطار زي دمياط، امطار متوسطه على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط مرورا طبعا بالاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، شمال سيناء تحديدا، الاماكن دي كلها معرضه لسقوط امطار متوسطه، وقد تمتد امطار خفيفه لمناطق المتفرقه من جنوب الوجه البحري، لكن في مجملها في الاماكن الداخليه مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه ممكن نحسها في اماكن والاماكن الاخرى لا. مهم بس ناخد بالنا لان الاستقرار ده مكمل معانا يمكن لنهايات الاسبوع، بدايه الاسبوع اللي جاي هيبقى فيه استقرار في الاحوال الجويه بشكل كبير، درجات حراره اعلى من المعدلات الطبيعيه في هذا الوقت من العام بمعدل من درجه لدرجتين، استمرار العظمى على القاهره الكبرى ما بين 21 الى 22 درجه مئويه فتره النهار، واستمرار انخفاض في قيم درجات الحراره وفترات الليل، فعشان كده احنا هناكد على كل الساده المواطنين بلاش ننخدع بالدفء واشعه الشمس فتره النهار، ونغير نوعية الملابس، لازم يعني ملابس شتوية على مدار اليوم وتكون شتوية ثقيلة لو احنا بنخرج فترات الليل المتأخر أو في فترات الصباح الباكر، الشبورة المائية الكثيفة لازم ناخد بالنا منها لأنها بتوصل لحد الضباب، يعني أحيانا عدم رؤية أفقية، لازم القيادة بهدوء تام على الطريق واحنا سايقين نشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات ونتبع كافة تعليمات المرور، وطبعا لازم نبقى في متابعة مستمرة للنشرات الجوية بصورة يومية.
اكيد طبعا. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، طبعا نصائح مهمه جدا يا ريت ناخد بالنا. وتعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهره درجه الحراره العظمى 21 والصغرى 13، والعاصمه الاداريه 21-12، الاسكندريه 21-12، والعلمين الجديده 20-11، مطروح 21-11، ودمياط 21-14، بورسعيد 20-15، والاسماعيليه 22-13، في السويس العظمى 21 والصغرى 13، وفي العريش 22-12، كاترين 15-6، وطابة 21-13، حلايب العظمى فيها 24 والصغرى 19، وشلاتين 26-18، شرم الشيخ 24-17، والغردقة 24-16. في الفيوم العظمى 21 والصغرى 11، وبني سويف 21-11 أيضا، الوادي الجديد 23-8، وأسيوط 22-9، سوهاج 22-10، وإن 24-11، الأقصر 24-11، وأسوان 24-12. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، ودلوقتي عودة مرة تانية لمصطفى ومنى ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هاني. شكرا.